الله بحضور السيد نواف العتيبي، يعني من محبين اهل التصوف وبالذات طريقة آل بعلوي في اليمن، السقاف العيدروس والهدار وبن جفري والحامد والعيدروس والعطاس، وكمل لنا الباجي محبين كلهم معانا مع الأساتذة ما شاء الله من الطريقة الخلوتية. سيدي مولانا الحجاز الدسوقي، انت من المعلومات استفدنا منك، وبالذات كتاب سيدي طعمي الطبقات الكبرى، الطريقة الخلوتية، مشايخ البكري والدرديري والحفني والسباعي والصاوي والخلوتي وش اسمه والبكري، وانت رسالة الدكتوراه في الطريقة الخلوتية، صحيح؟ البكري. فترحيبا في الأساتذة ما شاء الله، والأستاذ نواف العتيبي الله ملاوي سيد التوني سيد الفوري. اي نعم. فبماذا ترحب فيهم وتشجعهم والله عليك السلام. الحمد لله. يلا احمد. والذين امنوا واتبعوا رسولهم بايمان اصحقنا به ذريتهم. هم كلهم يعني متناسلين من بعض وناس يعني يتبعوا بعضهم بعضا. الحمد لله. مولانا الحين من ضمن النشرات اللي عند العتيبي، عفوا سيدي نواف تبي اعطنيهم، لقيتهم من اثر الوالد سيد ساشا بن سعيد بن فاعل وزير نائب الشيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه، وايد لقيت هذا ورد السحر من اوراد الطريقه الخلوتيه الجامعه الرحمانيه للعارف بالله الشيخ مصطفى البكري، ولقيت الطريقه الاجازه الخلوتيه العونيه العوينيه، وحاط صورته هو، يعني انا مصورها، هذا هو سيدي كاتب هني انضاف الى اللي قلناهم خال عارف بالله ابو العيون خادمكم الحاجه زكي سيد حسنين. لاحظت ان الطريقه مهديها الوالد، الطريقه الخلوتيه، تفضل سيدي. اكثر شيء مريدينها من صعيد مصر، لماذا مولانا؟ ايوه لما تطلع منهم واحد بيجمع هذا الطبقات وحواليه كلهم. اي نعم. يعني مثلا الشيخ ابو العيون ده من اصيله. ايوه. وكان وكيل كليه اصول الدين ايام الشيخ عبد الحليم محمود كان العليم. قدس الله سبحانه. وهناك فيهم الفرغاني الشيخ محمد الفرغاني برضه كان من ضمن الساده الصوفيه، وكان معارض للثوره وقتل. كان منهم ثوره يوليو. اي. 49؟ ايوه في يوم عبد الناصر. لا 49 بعد 55 كده. اسمه دوت من ضمن المشايخ الصوفيه المشهورين، طبعا سيدي جلال السيوطي العالم العالم، وهم يتصرفوا بالصلاه في مسجده. كذلك من البكريين بقى الشيخ والحسن البكري مدفون جنب الإمام الشافعي. قدس الله سره. كان في واحد اسمه محمد بن عمروك البكري في في يم ابن طولون. الله. ودخل عليه وقال له أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال له أجائر أنا؟ واخترط عليه السيف. فتلقاه الأمير طغاي. قال له لم يتمكن النصارى في عهد مثل عهدي. الله. الحين مولانا هني بالكويت شيخ الطريقه الخلوتيه الصوفيه سلامه ولا حسان؟ سلامه. لا في واحد شيخ مصري هنا بالكويت. محمد حسن. محمد حسن. ومن الكويتيين الدكتور حمد مبارك العدواني بعد. ده محمد حسن ده هم الكوان بتاعهم على المسجد النبوي. ذكر واحد امام مسجد قال ابو يعقوب سيد يوسف الرفاعي الحج بالتسعينات جمع الناس يقول هو فعد رحت لك بابا شنو يقول يا ابني قاعد واحد روح قول له يقول لك سيد يوسف الله بالقران يقول هو الله الذي لا اله الا هو يقول يمكن تطلع من المريد او الشيخ كلمه يعني الاسم الاعظم بس هو الشيخ الفياض يقول ضيفوا لها يعني يقولوا يا هو او يا الله يقول ضيفوا لها الياء طيب ما هي في مذهبين في الموضوع ده الامام الرازي
اسم الجلالة مشتاق ما حدث منه دل الباقي عليه. يعني إذا حذفت الألف يبقى لله، إذا حذفت اللام يبقى له، إذا حذفت اللام الثانية يبقى هو وقفا أو هو وصلا. لكن الخليل بن أحمد وسيبويه قال هو اسم جامد لا يشتق منه ولا يزاد عليه، لا يحذف منه ولا يزاد عليه، اللي هي كلمة الله. ولكن لا يعيب الذاكر هذا على ذاك، يعني تعرف ذاك ما بيقول هو البناء بتتزلزل. اي أيوة والله من القلب. يا والله هو بالنهايه مولانا الخلوتي يعني من الخلوه. ايوه دي من ايام صلاح الدين، هو اللي أيوة عليهم الرواتب والجرايه حج عليه جيب بخور وعمل له كل واحد خلوه. ايه الخلوتي في مصر هي اساسها. هذا عبارة عن يعني الواحد يختلي بنفسه، هي طريقة صوفية. يقول خلواتي طريقة فقهية عندنا مدرسين. اي مع ان هم قبل في الشبندية في عندك سؤال العلزي؟ لا الطريقة الخلوتية مولانا لحظة نور نور قلنا لكم اصبر كلام عمومي. الطريقة الخلوتية يعني اصبر نور اللي يختلف نفسه. هل عبارة عن ساعة باليوم ساعتين يوم يومين ودي لا هو عامل لهم خلوة على نصد كل حارة أو كل حي بيتجمعوا فيه. والسبب أن صلاح الدين حول المسجد الأزهر إلى مسجد سني الله تدرس فيه المذاهب الأربعة، كان جوهر الصقل بنيه لتدريس المذهب الشيعي. فشاء الله أن يكون سني، ولذلك الجماعة يقرأوا صلاح الدين جدا. ليه؟ هيد يقرأوا. إيه يقولوا هو اللي حول مصر إلى سنة. أصلا يسمونه خراب الدين مو صلاح الدين. أيه.